يجول في خاطر كل واحد يسمع هذا الكلام أو مثله السؤال عن المدة التي ينقضي فيها التأصيل. فمن المقطوع به كما تقدم أن التأصيل ليس هو التحصيل، فالتأصيل جزء من التحصيل، وأنت في تحصيل العلم تحتاج إلى سعة اطلاع ورحلة ولقاء أهل العلم وغير ذلك من الأدوات الموصلة لتحصيل العلم. لكن حتى لا تستوحش، أنت كم تبقى كي تصل إلى التعليم العالي؟ كم؟ 12 سنة. الانتقال من التعليم الأول إلى التعليم العالي وهو الجامع وما وراءه في مجموع العالم يحتاج إلى 12 سنة، هي الابتدائي المتوسط والثانوي. فلا تستوحش المدة لأنه لا بد منها. فكما أن تلك تسمى الشهادات العليا من البكالوريوس والماجستير والدكتوراه باللسان المعاصر كما يقال، فكذلك الوصول إلى التحصيل لا بد له من مدة. هذه المدة لا تقل عن 5 سنوات لشديدي الذكاء، وتكون 7 أو 10، وقد تصل إلى 12 سنة. وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان والحال والأفراد، لكن ينبغي أن تعلم أن المدة طويلة، فلا بد أن تنفق زمانك فيما تطلب. وهذه المدة التي تذكرها هي تشيد ما وراءك من العلم الذي ستناله بالقراءة وبلقاء أهل العلم والرحلة فيه والبحث والتصنيف. لا يمكن أن تكون باحثا متميزا وأنت لم تكن مؤصلا، ولا كذلك قارئا نهما ولم تكن مؤصلا على الوجه الذي تنتفع به من ذلك.